أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. وهلا بقولكم مشاهدة ممتعة. وأخيراً آخر يوم بالمدرسة وبلشت العطة يا بشرية، مرحباً بالإجازة. ولك أمي شبك توقعيني فوق كاسة الزبالة؟ لأنك معفن وزبالة وريحتك طالعة أكثر من هالكاسة اللي جنبك. أنا ما قلت لك يا صرماية يا ابن الصرامي الصبح وأنت رايح على المدرسة بتاخد معك الأكياس وبتكبون، ولك ريحتهم خنقة البيت، ولك ريحتهم خنقة البناية، خنقة الحارة كلها، يخرب بيتك من حالك. عودة بسرعة الثلاث ثواني بتشيل أكياس وبتروح بتكبهم بآخر الحارة وبترجع، ولا بس ناولك بالتانية بسرعة. لا مبينة إجازة سودة من أولك مبينة. نعم إيش قلت يا ابن الكريب؟ ما قلتش ما قلتش ما قلتش ما قلتش. أبو الزيك رح شلون أخذ لك؟ اسمع هي عطلنا وخلصنا مزبوط ولا لا؟ يا عيني عليك، صار لازم بقى نحكي برحلة المسبح يلي صارنا شهر كامل عم نخطط له. شو قيمت جاهزين نطلع؟ خلاص أبو شريك شوفوا انتو قيمت ما بدكن وأنا معكن. طيب خلينا نشوف الشباب كلياتو قيمت فاضيين نرتب وننسق مع بعض مشان نعرف قيمت بدنا نطلع. ولا يهمك أبو شريك، خلاص أنا عم بقولك قيمت ما بدكن جهزوا وأنا معكم خلاص على الموت. دهب دهب ممتاز يا عيني عليك، معناها أنا رايح أشوف بقية الشلة وبرجع بخبرك. أوكي ماشي أبو شريك، شوفهم وانت قولي. سلام 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 سلام. ايه أبو زيك اتفقت كلياتنا مع الشلة اليوم الساعة 4 العصر بنكون جاهزين كويس؟ شو هاد اليوم 4 العصر؟ لا لا ما لي فاضي منهم ما لي فاضي منهم، عندي مشوار كتير مهم أنا. طيب قيمة بدك؟ انت قلني مشان نعرف قيمة نخطط. أبو شريك شوف الشلة مرة تانية وخططوا وقيمة ما بدكم أنا معكم، أنا معكم على الموت. ماشي يلا سلام سلام. ايه ايه ابو زيك ايه ابو شريك اللي طبقنا مع الشلة كلياتهم، بكرة الصبح الساعة 7 بده يكون الكل جاهز كويس؟ شو هاد؟ الساعة 7 الصبح؟ لا طول بالك طول بالك، خليني اشوف جدول مخطط اعمالي لو في عندي شيء بجدول مخطط فاضي الا ما لازم اشوفه ضروري، اذا ما شفته ما بيمشي حال. فرجيني هيك لشوف فرجيني هيك لشوف جدول خطط. لك اليوم هذا معفن يفكر حاله عنده جدول اعمال. لا 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 الساعة 7 مشغول كتير مالي فاضي النوم. والله لنطر من غيرك لسه عبالي زبط وزبط وبعدين معك انت بقى. خلاص ابو شريك شوف انت الشلة مرة تانية وجع زبطوا وقت جديد. انا خلاص ما بقى احكي شي طوالي خلاص معكم انا جاي اشوفه انت. يروح من التشي يروح من التشي يلا سلام سلام. اسمع اذا بتفتح تمك بحرف واحد جاي لعندك ايتك وبنص بيتك وما في طلعة معنا فهمان؟ اسمع كلياتنا نسقنا مع الشلة كلياتهم وبالزول ترجيتهم، بكرة الساعة 12 كل بيكون جاهز، فبتشيل حالك مثل بني آدم وبتجي لعنا لهوشة تروح معنا، فهمان؟ الساعة 12؟ الساعة 12 لا تقولها لا تقولها، لك كان في واحد بده يبعث لي شحن، شوف أنت إذا ترجع بتشوف الشلة مرة تانية. ألو؟ أبو شيك؟ ألو؟ هذا أكيد خلص رصيده، أكيد. يروح عنا بقى، ناقصني مهابيل أنا. طبعا حبيبتي طبعا ليش عطت انا ما عطت هاي عطت لك دك انا امي ما امي امي ما لا دخل ما لا علاقه طاوين. شوفي انت وين بدك تروحي وانا جاهزه معك ولا تاكلي هم طاوين ولك بالعكس بالعكس تماما انا امي ما بتحكي معي شي طاوين اعطيتني حريه تماما. شوفي انت وين بدك تروحي وانا جاهزه معك بنروح وين ما بدنا. لا هلا شوفي اذا بدك اول شيء بننزل على المطعم نتغدى مع بعض بعدين بنطلع انا وانت بنروح على المول بنعمل شوبينج. قولك لا لا انا جري ما جري انا ما بجدي بالبيت طاول اصلا نحن ما عندنا غسيل سجاد. امي امي ليش انا ما حكيت لك امي جابتنا على البيت خدامه جديده. ايه مثل ما عم بقول لك لك بتصدقي ما بتخليني اعمل ايدي على شي طاول. الله وكيلك الكاس اللي بشرب فيها ما بتقولي بنتي روحي خدوج لا تغسلي طاول في خدامه بتغسلها ايش جايبين خدامه نحن. معناتها اول شي مطعم نعمل كمان اوكي اوكي معناتها نطلع اول شيء على المطعم نتغدى سوا بعدين نطلع نروح نعمل شوبينج
بعد ما ننزل نروح على البلاهي. وين قلتي رايحة يا حلوة؟ شكرا مامتي عملت فطور على الصخري. يلا عشان ما تبرد الجبنة. يلا برجع بحكي معك حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. حبيبتي ما راح اعيد كلامي. الثلاث ثواني بدك تكوني وراي بالمطبخ، في صحون عم يستنوكي. ما راح اعيد كلامي بسرعة. مالو حظنا يتعبوا ليشقى. استعنا على الشقة بالله. انا كنت عارفاني تجي عطت نهاية الاسبوع. امي ما حبت لي شرطي. اوف بدي فوق. والله شميت روحك بدي فوق. انا كنت عم بكذب حالي. احلى ما بدي فوق. بابا عنك اساعدك. ارجع لورا ولك. ارجع لورا. ورب الكعبة اللي بقرب على علبه هالبيتي فور هي اذا قال مش هالطرب وش فاهمانين. ايه على اساس انت معك صناديق كثيره. ما انا جايب معك 15 كيلو. خايف حدا يقرب لك عليهم. ما كل اللي معك علبه وحده ما بقطع وزنها كيلو اصلا. واصلا انا بدي فور بحبه. منيتك على حالك ما بدي. ايه بتوفر. نشوف وين بدنا نخبيه. وينك يا حرمي؟ 2 hours later. وين معقول يكون ابوي خبى العلبه؟ لازم نرجع ونفكر لما كان يجيب علب قديمه وين كان يقيمه. نرجع على جدول الاعمال القديم. وين كان مخططنا القديم؟ ممتاز ممتاز. كان يقيم هون تحت الغزانه او تحت الشوفانيره او قلب الحرام. قلب الحرام مستحيل يقيم بيتي فور. مظبوط. معناها اكيد قايمة على الفريزة. على كل الاحوال وخلنا ليش عم بخطط. تركي على التيسير ونبلش قبل ما يجي. اوف شو هاد؟ ايش عم تعملي انت هون؟ عفني بحالي. عفني بحالي. انا عرفاني شيء اسمه عطي اصلا. بدي اقعد المدرسه من هون ورايح لعاد حدا يعطلني طاول. بدي انام المدرسه من هون ورايح. ما بدي عطي طاول. ما كفي خلتني اغسلها بالغساله العاديه كمان. بدي اني اغسلها بطشط. لا 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 لا. الله يكون بعونك يا حلوه. الله يكون بعونك. يخرب بيتك. ولك انت منين جبت علبة بدي فور كمان؟ وعلبة مالنا كمان يخرب بيتك. فكرتيني متك اجدب بروح مسراتي على شغلات فاضية. انا خرجيتي ما بروحها غير على شغلات مفيدة. بتعرف تعرفي علبة بدي فور هاي استحقها؟ هي الكيلو اغلى من الحلو العربي. بقتي كتير طيبة هي. طيب عبوشة ما عادش تعطيني وحدة بس؟ احلى عبوشة انت والله وحدة بس. انا كنت اصلا مستني اسمع منك هاي الجملة. ولك بتذكر هذيك المرة لما جبت كيس الشيبس زليتيني حتى تعطيني وحدة. زليتيني نهار كامل وحدة كامل. فشرتي بنص عيني. خسري خسري ولا هيك خسري. معك وحدة ما في. حمار معبى بنطلون. ان شاء الله تشردون اللي انتوا عم تاكلون. ان شاء الله تشردون. ولك كنت عارفين. كنت عارفين وينهم؟ يو شو بابوك؟ ليش عم عيط هيك؟ بكون عم عيط كرمال مجودة. شوفي ايش عمل ولا كسر شي. خدوج انت لسه بدك بيتي فور؟ ولك ايه بدي لك. ما بدي على هو. طيب ماشي خلي يبين معك. خذي العلبه كلها لك
وخلي بين معك مرة الجيش يطعميني ها، خليني احسن منك، وبس خلصتي حطي عبى المطبخ تاعي. لك احلى عبادة، والله والله هيك تعرفيني ما راح تخجلني، والله هيك تعرفيني. متأكد من اختك؟ متأكد من اختك؟ يو شبك بابا نشرب طول هيك علبة بدي فور نقوم اشتهيها. الله يسامحك مسوك تحتك خذ وحدك كذا كلياتها طيبة في طيبة على فكرة يا الله ما اصيبه. خلصها اذا بدك بعطيك كمان لا تخجل خذ. من ناحية اني ما اخجل ما راح اخجل طاول راح انهيكي مع الوجود. شاهد يا روحك يا حيواني.